محمود ابو الركب بجانب التويت اللي انا كنت لسه قايل لكم عليها من شويه اللي هي بتاعت انه قولوا لي مكافاه المركز الثاني كام بعد ما عرف انه السيتي هيلعبوا، كان في شهر 8 اللي فات كتب تويت محدش هيقول انها منطقيه ولا يصدقها، قال لك النهايه هيبقى سيتي وانتر. حد هيصدق الكلام ده في شهر 8 اللي فات؟ اكيد لا، في بايرن وفي باريس وفي ريال مدريد وفي فرق حلوه يعني. لو انتر مجموعته برشلونه وبايرن ميونخ يعني مفيش. وبعدين انتر يعني حتى كان موقفه في الدوري الايطالي من موقف سيء، فحتى مش مدي اماره انه يعرف يروح لبعيد يعني. الراجل ده توقع ما اعرفش بقى هو بيحضر ايه، بيحلم بايه، بيشوف ايه احنا ما بنشوفوش، في حاجات هو بيشوفها باللي احنا ما بنشوفهاش، ما اعرفش، بس اكيد ليه سبب يعني. النوم بدري، النوم بدري صح، الراجل ده بينام بدري قوي. انا هو استثناء بس اعتقد المره الوحيده بينام بيسهر فيها في الاسبوع لما بيجي هنا صح. بص بعيدا عن القرعه والتوقعات دي قصه مش يعني خليها في وقتها. كل اللي انت قلتوه صح. انا بس خايف من لعيب واحد. مين يا كريم اخطر لعيب في مانشستر سيتي على الانتر؟ تتخيل يكون مين؟ برناردو سيلفا مثلا، ولا هالاند، ولا سيلفا، ولا جوندوجان، ولا رودري. عندهم مين تاني بيعرف؟ دي بروين، ولا ستونز، ولا دي بروين، كايل ووكر. هو ده اخطر لاعب على الانتر. وانا بقول لك لو انتر هيفوز في المباراه بسبب ان في انباء دلوقتي ان كايل ووكر ممكن ما يشاركش. ليه بقى كايل ووكر؟ كايل ووكر هو عارف عمود الخيمه. كايل ووكر هو العمود اللي جوارديولا عمل عليه التحصينات الدفاعيه بتاعته عشان ما يتلدغش من اللدغه بتاعت كل مره. ايه هي اللدغه بتاعت كل مره؟ عملها قدام ريال مدريد، ان انا بلعب دايما بوصل للامطار الاخيره في المباراه بار تو بار، راس براس، وبيحصل عليا مرتدات لان انا بسيب 40 متر ما بين حارس المرمى وما بين خط ظهري. فالمرتدات ولا فينيسيوس حنكش ابن حنكش لقب الشهره قدر يعمل معاه مرتدات سرعه عظيمه من ووكر، ولا رودريجو ولا اي حد، لان كايل ووكر عنده قوه كبيره جدا على الارتداد. صح، سريع وبيلعب بدماغه كويس وبتوظف كويس في مركز سنتر باك التالت. طبعا هو في الاصل مين اللي اخترع السنتر باك التالت الهجومي في الدوري الانجليزي؟ مين اللي عملها؟ انطونيو كوندي 2016. صح، اسبليكويتا. هلعب بسيزار اسبليكويتا وكريستنسن وجاري كاهل، مش كده؟ صح. وبقى اسبليكويتا ده ما حدش فاهمه، هو بيطلع يبقى باك رايت يلعب كروس، وبعدين الاثنين فيكتور موزيس وماركوس الونسو الاثنين يبقوا طايرين، فبتلعب دايما بزياده عدديه. هي دي كل فكره اللعب بثلاثه.